السلام عليكم من مطار حمد الدولي قطر الدوحة. العالم كامل مسافر وقال عاوت انا نشوف الطوبيس. هنا رحنا واقفين حدا لقيت سي 83 سي 83. خرجنا من تما غنجيو لبس هاد الفيديو لا بروف ديال انني فاتي ماشي فاتي ميتة ماشي جو لا واكل مزيان صراحة وديت معايا ديال الحب ولكن فاتي بعيد حيت الاسكال صغير شفتي كل اسكال صراحة طويل تيكون تكون مخلص تقدر تجلس ترتاح عايش صراحة فاتح زمان الناس اللي ما عندهم صحيحة وهذا ما يديروش بحال هكا حقيقة واعرة صراحة واعرة ولا كاين واحد اللعيبة تيسميوها ستوب شات هي سميتها ستوب شي لعيبة كدير بحال دابا مثلا في عطلة تجلس غير ساعتين في قطر في ليسكال كدير كطلب انك بحال دابا تبات فيها فهمتي ودير بالدويرة بحال كطلب غير نهار فهمتي عندها واحد سمية ستوب شي لعيبة دابا نقلب عليها ونقول ونهضر ليكم عليها هاديك زوينة هاديك كترتاح مع راساتك فهمتي بحال كتقطع داك بقى في البوس شنو هادي شنو شحال بلاد فينا او صمم دابا فكرتوني دابا غندخلو للطياره ديال ماليزيا غيكونوا كيهضروا بالماليزيا ويكونوا دوك لي زوتيس ولي لي هادوك لي ستيوا وداكشي ماليزيين فهمتي ماشي بحال ماشي بحال الاخرين كانوا مغاربه كانوا مغاربه ودي زافريكان جو بونس وصافي نهبطو من البوس باش نطلعو في داك الغار المهم وقيلا ممنوع نصورو Hello. 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 داري غنجي عليك من هنايا هاد 32 مع القاتل غدا سلام ثانك يو هادوك هما اللي فيهم اه لا دارت لا يضربوا الشنطه 32 هنا المهم انا اي طواليت ندخلها في شي طياره ومقلب صغير كره يبغي مو صغير الحق ديال القطريه تيكون زوين ما عرفت كيعيفوني انا هاد الطواليت ديال الطياره
باليد عاديه باليد، شتي ملي كتكون خضراء يعني خاويه حمراء راه عامره. المهم هذه الطياره ديال ماليزيا تقريبا بحال بحال، لكن الكراسي احسن، الكراسي احسن هذا اللي بقى. شوفوا دغيا دغيا هاد العيبه كتكون ديما حدا على بعض، هي اللي كتلوحوا فيها بابي جينيك ملي كتستعملوه وداك الشيء، ولا ملي كتمسحوا يديكم مثلا كلينكس ولا شي حاجه. كنا هنا كلينكس ولا هذا صابون، صابون وهنا هي لاشانس، هاهي هاهي لاشانس شتي. نورمالمون كان خصني نسدها من ريكا ما سديتها، ما سديتش هادي، ما سديتها شحال شحال صافي. وما عمركم ديروا هادي وانتوما جالسين، راه تجركم الله يستر. سورتو فاش كتكون الطيارة خدامة زعما طايرة، أنا راه باقا ما طرتش، ممنوع تستعمل التيليفون. وأنا يحصلوني وغندير هادشي في يوتيوب، تخيلوا. شوفوا دابا انا حمرا حيت انا الداخل بينا راه الدركه تولي خضراء، يعني نقدر نفرخ معاها صافي. كنحل دابا بوي اوكي اوكي ديالو مزوينه شوفوا هذه اللي غنوريكم دابا راه باش كيشارجيو، هذه اللي في كيشارجيو راه كتكون لتحت بين لي دو سياج. اللي عمرت سنين قلت لكم عمرت حتى
بغيت نقول لكم بانه لو فول بحال دابا الاول ديال قطر زعما من المغرب للدوحه ولا هذا من الدوحه لماليزيا راه تقريبا 7 سوايع ونص تقريبا بحال بحال. راه ماشي تشوفوني كنهضر زعما راه الوقت كامل وانا كنهضر، راه الوقت كامل وانا ساكته. هاد الهضره راه يعني تتقربت هبط الطياره عاد كنبدا نهضر، حيت نورمالمون ما خصش الواحد يبقى يهضر ويدير الفوضى في الطياره وداك الشيء. الا جا كلشي هضر وهذا غتولي الفوضى في الطياره، دونك راه حتى الاخر. وهاد القضيه اللي قال لنا البيلوت انه كيدور فوق في السماء على ما يلقاو البلاصه باش يهبط، راه شدات فريمون على الاقل واحد نص ساعه، المهم قليلا نص ساعه يكون بلوس كو نص ساعه، وحنا كندورو غير الفوق باش يتسنى يعطوه لوغدغ باش يهبط. Selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Sila berada di tempat. لتذكير هاد التصوير ديال الفيديو في الطياره راني درتو على الناس اللي ما عمرهم سافروا باش يشوفوا الاجواء كيفاش كيكون وسط الطياره كيفاش كتكون وداكشي. كنتمنى هاد الفيديوهات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الى الفيديو الجاي ان شاء الله في المطار، بقاو معنا.